في العاصمة الألمانية برلين أقام مسجد النور وبالتعاون مع الجالية السورية والعربية سوقا خيريا دعما للمتضررين من النظام السوري في الداخل. السوق الخيري قدم ملابس وألعاب وأكلات سورية وجمع التبرعات. مراسلنا ماكسيم عيسى زار السوق الخيرية وأعد لنا التقرير التالي. استمرارا في دعم ثورة الحرية والكرامة في سوريا، أقام مسجد النور وبالتعاون مع الجالية السورية والعربية في العاصمة الألمانية برلين سوقا خيريا دعما للمتضررين من النظام السوري في الداخل. وتضمن السوق الخيري تقديم وجبات سورية وشرقية وملابس وألعاب، بالإضافة إلى برنامج خاص بالأطفال وبيع للكتب الدينية باللغة العربية والألمانية وصندوق للتبرعات. كما قامت إدارة المسجد بتأمين سيارة إسعاف سيتم إرسالها إلى سوريا قريبا. والغرض من هذا الحفل هو أو هذا السوق الخيري مساعدة أخواننا في سوريا المتضررين من هذه الحرب الشعواء التي يعني كانت سبب في تشريد معظم الأسر من سوريا. وهذا طبعا يحز في النفس في هذه الأيام المباركة، أيام شعبان ورمضان، تكون هناك أسر في الشتات. و لذلك قررنا أنه هذا السوق الخيري يكون ريعه للمتضررين في سوريا. المتبرعون من الجالية السورية والعربية ساهموا بشكل فعال بالتحضير لهذا النشاط المتواضع من خلال تقديم المأكولات والمعجنات الشرقية وبيع الألبسة والتي سيذهب ريعها بالكامل إلى سوريا. وشهد السوق إقبالا جيدا بالرغم من صغر حجمه. نتمنى أن يكون أقل شيء يعني مساهمة منا، نحن معهم في بكل شيء، صمودا أسطوري الواقع منحييهم، هن اللي عم يدفعوا أكبر ثمن، نحن بنحاول قدر الإمكان نعمهم ماديا ومعنويا يعني قدر ما نملك وقدر ما نستطيع. والله أنا أخوكم يعني من أرض الحرمين ومقيم هنا في ألمانيا، وهذا أقل شيء نقدر نقدمه لإخواننا اللي يعانوا هناك في أرض الشام، يعني أشياء بسيطة يعني. وإن شاء الله الكتب هذه المتبرعة يعني من مالي الخاص. احنا عم نبيع اغراض لاطفال سوريا عشان هن ما عندن اغراض، واحنا عم نعطيهم مصاري عشان عندن حرب. احنا هون جايين نشتري اغراض عشان نساعد اهل سوريا، ومتضمنين يعني كثير معاهم وزعلانين يعني على اللي عم بيحصل ببلادنا العربيه، ويعني حابين نعمل تبرعات ونشري كم غرض عشان يساعدوا الاخرين. الجدير بالذكر انها ليست المره الاولى التي يقوم بها مسجد النور بالتعاون مع السوريين والعرب المقيمين في برلين بفتح اسواق خيريه، حيث اكد القائمون على السوق على ضروره استمرار دعم المدن المنكوبه وخاصه باقتراب شهر رمضان المبارك. تسعى الجالية السورية وبالتعاون مع الجاليات العربية في برلين عبر الأنشطة الخيرية إلى تقديم الدعم المادي والمعنوي للشعب السوري في الداخل ومخيمات اللجوء، فمعاناته باتت لا تفارق الضمائر الحية أينما كانت. مكسيم العيسى، أورينت نيوز، برلين.